لم يخلو دوار اللؤلؤة بالعاصمة البحرينية على مدى الأسبوعين الماضيين من شعارات تطالب بإسقاط النظام ضمن مطالبات بإحداث إصلاحات سياسية شاملة في المملكة، لكن الدعوات بضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية بين الأقلية السنية والأكثرية الشيعية في البحرين بدت لافتة، لا سيما في أعقاب اشتباكات بالعصي والأيدي اندلعت بين شبان شيعة وآخرين سنة، وخلفت عددا من الجرحى في مؤشر على دقة المرحلة التي تمر بها البحرين. كانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة والتي تمثل أكبر التيارات الشيعية في البحرين قد أطلقت تحذيرات من دعوات وجهتها جهات سنية مؤيدة للحكم لتشكيل مجموعات للدفاع عن النفس بين السنة. الجمعية رفضت هذه الدعوة معتبرة إياها مقدمة لتشكيل ميليشيات، ودعت إلى إيكال مهام الأمن العام للأجهزة الأمنية دون غيرها. وفي الوقت الذي يستعد فيه وزراء الخارجية الخليجيون للاجتماع في الإمارات من أجل بحث الأوضاع في كل من البحرين وعمان، سارعت الحكومة البحرينية إلى الإعلان عن تفعيل خطط لتوظيف 20,000 شخص في أجهزة وزارة الداخلية، ربما في استجابة إلى أحد مطالب المتظاهرين وغالبيتهم من الشيعة الذين يشكون من التمييز ضدهم فيما يخص التوظيف في قوات الدفاع والأمن. أحمد دياب، BBC.